ولك ما عندك غير تحديات بس هذا التحدي صراحه. مريم 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 الحلوه مريم مريم. الله بكم بقناتنا، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. سرى اليوم وجتنا فكره ما شاء الله. عزوني عزوني عزوني. طبعا مريم من قاعده نبدا المقدمه، قلنا ما نبدا بدونها لان هي قاعد تتاخر علينا والله العظيم. شوفوا شوفوا اهم شيء ما شاء الله ما شاء الله. المهم اليوم جيتهم بفكره جديده، اليوم راح نقضي نهار كامل باصغر غرفه. سرى قعدتنا الصبح قالت علي ضمت لك مفاجاه انت ومريم انه راح نقضي نهار كامل باصغر غرفه بالبيت، ويمكن تكون اصغر غرفه بالعالم والله العظيم. اكيد بيها شرفايه غرفه مين. اذا انتم جديدين على هاي القناه لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ليه ما حد بيذكركم بس انا ومريومه. طبعا طلعت غراب مريم وهاي شغلات ما ديش المره مال الفيديو كذبيتها وقلت هسه خل اسوي لكم هذا الفيديو الجديد. خلينا نشوف. بسم الله. واحد اثنين ثلاثه. هاي شنو مريم باقي؟ لا هاي شنو؟ غراض غراض رجعه. زين هذا مال مريم شو يسوي هنا انا سرى؟ احط بيه الغراض الاكل هاي السوالف. ايش فيكم؟ والله عاشت ايدك باع الديكور شلون مسويته؟ بعد برده هاي ما حد يباوع. زين هاي البرده شنو موقعها سرى هنا؟ ما ادري ما حسيت الحاله مثل الشوله فلقيت هاي البرده. باع هنا حاطه مثل الكاغد وحاطه الضوء الكبير مال التصل. لا 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 والله غرفه حلوه وبسيطه صح؟ يا جماعه ممكن تكون اصغر غرفه بل شلون راح ناخذ بيها نهار كامل؟ بس شنو رايك والله حلوه. بس يا جماعه متكفينا على النوم. ايوه شلون راح ننام هنا على قولت مريم؟ شلون راح ننام سرى؟ نتراوح علي هاني انا مقعد ترد انت تجي تنام وتقعد وراها مريم يعني نتراوح. راح نقضي بها نهار كامل واللي يطلع اول واحد هو اللي خسران. ترى هنا انا محضرت لنا كل الشغلات اللي نحتاج. الله انا اريد بس هاي السله تبقيني مده شهر عندي. زين البيبسي لا يوقع البيبسي لا يوقع. يلا 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 سرى وديه ذني موت على هاي الحاجات. بس مريم راح نستغل مادتك البوفي هاي الصغيره. ما فكره فظيعه احسن حتى ما تصير بالقياعين وتدمر لو ما تاخذ مكان. اللي احببك انه تفكرين. لا لا تفكيرك قاتل صاير سرى. ابقي جوا مع السلامه. دق جوا دق جوا شديد. على كيفك على كيفك مريم على كيفك عيني على كيفك. الفواكه اذكر من مريم والله يا جماعه. قلبي قام يدق من وراك. يما فضل قلبك على قبل ما شويه ونطرد امك من هذا المكان ونبقى بس انا وياك اتفقنا. اوكي خلي لما الغراض مالتنا. يلا يلا ماشي اليوم راح نجهز كل شيء وبقي. ماشي ماشي. شلون اكلك شلون اكلك شلون تاكل؟ يا جماعه سرى قلقتني الا تشتري هاي القلايه عندها هواي سوالف بيها. ايش راح نسوي اليوم بيها؟ امشي هناك وافاجئك. امشي امشي. اسمع مال مريم صار زين الحمد لله. بس شوفوا بدا يطلع لها اصبر بدا يطلع لها. شوفوا شوفوا قرب علي سرى شوفوا باعوا بدا يطلع لها الاصفر الجديد. مبارك على الاصفر الجديد. وتراك يقول يا عشقي يا عشقي. حضرت الغداء مالتنا راح نسوي لنا شنو شنو؟ جوارينا دزونا بريان. طبعا يا جماعة جوارينا دزونا برياني ومريم أخذتها تقول إلي ما حد يأكل من عنده. لا 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 طيب دروح دروحي فارش أنا الشفارة. يلا تلوخ أنا شو تسوي بيها رجل صديق لا تشاقة. تريدين تقعدين هنا غير مباوع بالحاسب مباوع في مسلسل فيلم. أهوش هالهوسة هاي يعني بدون هوسة راح نبقى جوا وهو برا هنا يبقى بالباب يعني شلون مباوع. آه يلا خوش زي ما جبت لي بلازما والله جيت خايفة من هذا. اجيب البلاستيك؟ لا 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 عليك لا لا والله عوف الفيديو وراك ترى. يلا ماشي. جماعه الغرفه كلش صغيره وهسه يلا قعدنا بشوفوا المسافه شوفوا يعني كلش صغيره والله العظيم. زين اجواء حلوه يعني والله العظيم. اقول ايش تذكرني ببيت ابو بيوتي. عافيه. عاجبتك الاجواء؟ يما اسم الله اسم الله يما اسم الله. يا جماعه شوفوا الغرفه شلون صارت عندنا. طبعا هاي البوفيه كلش فادتنا سرى من جابتها يعني كلش شالت لنا شغلات. اي والله. وهنا انا جبت الحاسب ما حتى نتابع لنا فيلم يجوز مسلسل يجوز ننام ترى ننام هنا فيلم صغار شنو اي كرتون. يا جماعه يا دوب راح ننام هنا مناسين شي جاهزين. واحد اثنين ثلاثه. شوفوا الهمبرجر هذا اسويه. سؤال يا ابو تعبان. يا الله خير. شو تريد؟ ليش يلتم علي زبال لان انا عسل؟ عسل
شنو؟ يستمع علي الزبال لان انا عسل. شنو؟ خلينا نرجع لسالفة الهمبرجر. شوف الهمبرجر انا اسويه بالبيت بهالشكل هذا كلش طيب وصحي اطيب من البرة. احسنتي. طبعا مريم تقول انه انا يلتم علي الذبان لان انا عسل. مريم احب اوضح لك الفكره انه الذبان يلتم بس على يعني الريحه الطيبه الريحه الكريهه. انت تقولي يلتم علي النحل لان انا عسل. تمام خرب حظي. والله ذاك اليوم جتني ماما انا ليش يلتم علي الذبان؟ ارد اجاوبها بس قلت خاف الضوج خطيه. قال لي انا عسل. قلت ها اخوي. مع طبعا طلعنا القلايه الهوائيه هاي برا حتى بنفس الوقت لا تخنقنا بالريحه وعندنا مساحه تصير شويونه زين. وما نعتبر ان احنا خارجين خارج الغرفه. ها فعالياتي المفضله هي اغنيتي الجديده. شنو هي اغنيتي الجديده؟ شنو هي شغل الهيا؟ واحد اثنين ثلاثه. مريم 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 الحلوه مريم مريم زينه مريم مريم الشاطره مريم 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 نتغدى بهذا المكان. مريم مالتها الاكل موجود، احنا اكلنا موجود، الهمبرجر. شكرا لك سراوي. بعد ورانا هواي امور وشغلات وياك. احنا الصراحه الاكله كلش تجنن وفشيه. اذا قالوا لي تختار مريم لو سرى، بكل صراحه اختار سرى. بكل صراحه انا اختار سرى. زين بكل صراحه اليوم نعوفه ونروح وخليه هو واحد. لا عدك واحد ورا الغداء يصب شاي الزوجه لك. انت شنو انت؟ ايش اسوي؟ دا ادللك. عاشت ايدك. هاي شنو هاي ها؟ شو تريدين؟ انت احنا ما نريد من عندك، احنا الماسوره صبت لنا شاي وقعدنا ما نريد. اصعدي اقعدي على الكرسي. يلا. اسم مريم. مريم. مريم حبيبتي مريم. والله اسف مريم. مريم. لا زعلت سرا من عندي. سرا هوية هي بدل البنتها بدل زوجها بدل البنتها. اي مدل لزوجها مدل لابنها مدل. علي علي. راح ياكلها الاسد. راح ياكلها الاسد. راح ياكلها الاسد. زي يا ايد اني اقول اني اقول افتحي هاي الايد. هو فارغه. زين سرا افتحي هاي الايد. اوه همينه فارغه. ظلت عندنا ايدينات اثنين. مريم اعطيني اياه من نانا. يو فازوا علي. مريم تريد مريم تريد تمشي اللعبه على هي طريقتها اللي تريدها. ابي يا ايد سرا افتحي هاي الايد. ها وافتحي هاي الايد. اوه ظلت بس مريم. مريم انطيني اياه من نانا اريده. لا كل ها ما بيها شيء. يلا افتحي هاي. واو بس كلش حلو كلش حلو. جربوها يا جماعه. جربوها جربوها. يا جماعة هسه وصلنا لمرحلة الفاكهة. اني اوسد سرى اوسد سرى اوسد منو مريومة ام القمر. يا عمر يلا الصراحة القعدة وياكم تخزي. لا أنا مليت والله مليت حبيبتي. إذا مليتي إذا مليتي قومي أطلعي من التحدي. يا والله العظيم هم اللي بيضحكون علي يا جماعة. أنا محسوسة مختلفة والله. بعرج ليه صاير بها يا ناس؟ ما أقدر أمد رجلي والله ما يكفي المكان. زين يعني كلش متضايق من وراهم. مريم وسار مدة شهرين تقدرون تاخذوهم خلصوني من عندهم. ولك ما عندك غير تحديات بس هذا التحدي صراحه ماكو غير. وصلني يا حفي وصلني يا جماعه. الفيديو لا صراحه تعيشنا نهار كامل بالحمام يمكن. كل شيء توقعوا كل شيء توقعوا.
لو اقدر اسوي لهم نهار كامل على درج العمارة يما اسوي تحدي ويا سراء ومريم اخر مرة. تحدي لمريم اخذي حقي. عيني عيني. لا تعدي لي ولا احد ليش عندك. ليش تهز ويا؟ انا ما اعدلها. التحدي ويا. اطلع وانت الخسران. باي باي يا جماعة. باي باي. باي باي. ينادكم ما اريدكم ما احبكم اطلعوا من حياتي مع السلامة. الله البابيوس عجمل. البابيوس عجمل. البابيوس عجمل. خسر علي خسر. البابيوس عجمل ان شاء الله. باي باي. مع السلامة. باي باي. وووو الفوز. اصلا انت مو قد التحديات بعد ولا تحدي الطب ويانا تمام. ولكم رجلين كسرت رجلين. يا رب دا يحسسوني فايزين بكأس العالم. اطلعوا 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 عمي ما اريد التحديات بعد ما اريد. يا رب الحمد لله والشكر يا جماعة. أساس ما أدري بشنو فايزين. ما مصدقين مو ما مصدقين. التحدي أنا متنازل من عنده ما أريده. اللي هنا أنا وصلنا لنهاية الفيديو. أي قنفة قنفة مددوا مددوا. نهاية الفيديو إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لين ما حد ما يذكركم. باي باي.